بلال، عايز برضو اعرف وجهة نظرك النهارده في الاداء والتشكيل الحقيقه، وهل نقطه بالنسبه لك مرضيه ولا لا؟ بص خلينا نتكلم يا اسلام، انت هدفك ايه من الماتشات دي كلها؟ انت بتاهل نفسك بشكل كويس قوي عشان تلعب المباراه المفترض المباراه النهائيه بالنسبه لك. ما هو انت الهدف يبقى الهدف هنا هو تجميع النقاط، هو تجميع النقاط والاداء. الاداء هو المقياس اللي انت بتقيس بيه. لما انا هروح العب الماتشات الماتشين النوك اوت، تمام، هل انا ادائي اوصل بس الاول؟ طيب لا يعني... ما اصل انت بتتكلم على منتخب لعب كاس عالم البطوله اللي فاتت، وبتتكلم على منتخب المفترض ان هو مؤهل او من المنتخبات المرشحه ان هو يلعب كاس عالم. ايوه. النهارده التشكيل، الاداء، الروح، تمام، كل الحاجات دي ما تديش اي اشاره، تمام، او اي علامه ان انت ممكن تروح لكاس العالم. تشكيل غير جيد على الاطلاق، اداء غير جيد، نسبة استحواذ زي ما قال الكابتن أسامة من شوية نسبة ضعيفة جدا جدا. أنت في الأول في الآخر أنت بتلعب الجابون، بره ملعبك جوه ملعبك أنت بتلعب الجابون، فرقة قليلة جدا غير مرشحة على الإطلاق أصلا، تمام، ملعب جيد وملعب جداً. رائع جدا جدا والأجواء رائعة جدا جدا. تتكلم في منتخب مصر، منتخب مصر مرشح، لكن الجابون غير مرشحة على الإطلاق. المباراة اللي قبليها هو مغلوب من ليبيا، برضه أنت بتتكلم ليبيا برضه فريق ضعيف، فريق يعني غير مرشح على الإطلاق. منتخب مصر هو الوحيد المرشح هنا، تمام. فتشكيل اولا كابتن حسام البدري، هتكلم بس على تعليقه بعد الماتش، يعني انت بتتكلم على تعليق كابتن حسام، يا جماعه افرحوا. طب نفرح بايه؟ بان احنا ممكن النقطة. يمكن قصده النقطه، ولا بالاداء الجماعي، ولا بالتاكتكس اللي احنا شفناه في الملعب، ولا بالسبيريت اللي كانت موجوده؟ يعني في حاجات لازم وهو بيقول افرحوا يقول لنا كمان نفرح بايه عشان نبقى احنا بنفرح كويس يعني. لكن مجملا اداء المنتخب مصر النهارده يعني ضعيف جدا جدا جدا. انت بتفكر لقدام يا اسلام، يعني انت دايما بتبص لقدام، ببص ازاي منتخب مصر ده قدام هيبقى عامل ازاي، تمام. هل انا قدام هبقى اقوى من كده؟ هي نفس العناصر على فكره، انت لما تيجي تختار وتقول العناصر الموجوده بالنسبه لي، هل هيبقى في تغييرات؟ هل في لعيبه هتتضاف للمنتخب المصري؟